بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: باب صيام التطوع وما نهي عن صيامه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صيام التطوع يعني الصيام غير الواجب، الصيام المستحب. تقدم بعض الكلام أمس عن هذا الموضوع ومناسبة ذكر هذا الباب بعد صيام رمضان، لأن من صام رمضان فهو بحاجة أيضا إلى صيام التطوع، ولا يقتصر على صيام رمضان. صيام رمضان الواجب ركن، وصيام التطوع مكمل وزيادة خير. ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام الأيام التي ورد في فضل صيامها أحاديث صحيحة، مثل صيام 6 من شوال، صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم عاشوراء، يوم قبله يوم بعده، صيام يوم عرفة، صيام شهر الله المحرم. فهذه ورد فيها أحاديث تحث على صيامها. ينبغي للمسلم أن، وإذا كان عنده رغبة في صيام التطوع، فإنه يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام. ولا يصوم الدهر كله ولا يفطر، يعني السنة كلها ما يفطر هذا منهي عنه. لا صام من صام الدهر، فلا يصوم كل السنة ولا يفطر فيها، هذا حرام. لكن إذا كان ولا بد يصوم يوم ويفطر يوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، يصوم حتى يقال لا يفطر، ثم يفطر حتى يقال لا يصوم، يعني يكثر من الصيام ويكثر من الإفطار عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر، ردا على من قال أنا أصوم ولا أفطر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أصوم وأفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، من أول الحديث فقرة فقرة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال. نعم، صوم يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، يستحب صيامه، وهو يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. هذا فضل عظيم، بمعنى أنه يكفر السيئات الصغائر، تكفير للصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. يكفر الصغائر من الذنوب، وهذا لغير الحاج، أما الحاج فيستحب أن يفطر،
الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة وهو حاج، شرب على راحلته والناس ينظرون إليه ليظهر الفطر، يتقوى على الوقوف وعلى الدعاء. أما غير الحاج فيستحب له صيام يوم عرفة. نعم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر محرم، ذلك اليوم الذي نصر الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه بنو إسرائيل اقتداء بموسى عليه السلام، وبقي صيامه حتى صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ولكن نظرا لكون اليهود يصومون هذا اليوم ونحن مأمورون بمخالفتهم قال صوموا يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده، مخالفة لليهود، وهو يكفر السنة الماضية، كفر سيئات السنة الماضية، سيئات الصغائر، وهذا فضل عظيم لصوم هذا اليوم. كان صومه واجبا في أول الإسلام، ثم لما فرض صيام رمضان نسخ الوجوب وبقيت السنية. نعم. وسئل عن صوم يوم الاثنين. يوم الاثنين من كل أسبوع، يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، مناسبة عظيمة، ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسول، حدث فيه شيئان عظيمان، ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسول حينما بدأ الله الوحي عليه في يوم الاثنين، فهما نعمتان عظيمتان حدثتا في هذا اليوم، والنعم تقابل بالشكر، فيصام شكرا لله عز وجل. هذا هو السنة في يوم المولد كما يقولون. أما أن يحدث بدعة احتفال يوم المولد، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يقتدي بالرسول يصوم يوم الاثنين، هذا الذي فعله الرسول الصيام. أما يحط أعياد وأطعمة، هذا مخالفة للرسول. أولا الرسول صائم وأنت محط عيد ومحط أكل وشرب، مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا هذا بدعة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. نعم. وأنزل علي فيه. أنزل علي فيه، بدأ الوحي عليه وهو في غار حراء عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم. هذا نوع ثالث من أنواع صوم التطوع، نوع ثالث من أنواع صوم التطوع. أولا صوم عرفة، ثانيا صوم عاشوراء، ثالثا صوم يوم الاثنين، رابعا هذا النوع الرابع صيام ست من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ففيه استحباب صيام ست من شوال بعد رمضان، لأن من صامها فهو في الأجر مثل من صام الدهر.
لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام من شوال عن شهرين، كم المجموع؟ ها؟ 12 شهر، هذه أيام السنة، فله أجر من صام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ففيه استحباب صيام ستة أيام من شهر شوال، وهذا مذهب الجمهور. وأما من أنكر صيام ستة من شوال وقال أنها بدعة لم يبلغوا الحديث، ينسب هذا إلى الإمام مالك رحمه الله لأنه لم يبلغه الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا فيه فضل صيام المجاهد في سبيل الله، أنه يجمع بين الصيام والجهاد، فيباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هذا فيه فضل عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، فقرة فقرة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يكثر من الصيام، كان يكثر من الصيام حتى يظن من رآه أنه سيداوم على الصيام من كثرة ما يصوم. نعم. ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم، يجمع بين الصيام والإفطار، فيفطر بقدر ما يصوم، يفطر بقدر ما يصوم، وهذا اعتدال، هذا هو الاعتدال، يكثر من الصيام ويكثر من الإفطار. أما أنه يصوم فقط هذا خلاف السنة، وأما أنه يفطر ولا يصوم صوم التطوع، يترك صوم التطوع نهائي، هذا خلاف السنة أيضا، والسنة أن يصوم ويفطر. نعم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. نعم، يكثر من الصيام لكن لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، فيصوم من شعبان ويكثر، يصوم من محرم ويكثر، لكنه لا يستكمله لئلا يتشبه برمضان. نعم. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان ولا يستكمله لئلا يتشبه برمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. نعم، وهذا نوع آخر من أنواع صيام التطوع، وهو صيام 3 أيام من كل شهر، إما من أوله وإما من وسطه وإما من آخره، 3 أيام.
وذلك كما سبق لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكل يوم عن عشرة أيام، ثلاثة بعشرة كم؟ 30 يوم. فإذا صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله في الفضل والأجر. ففيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. 13، 14، و15 يستحب أن يجعل هذه الثلاثة في وسط الشهر، يستحب هذا أن يجعلها أيام البيض، 13، 14، و15 هذا أفضل. وإن صامها من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه فلا بأس، لكن الأفضل أن يتوسط الشهر. سميت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر، لأن القمر يطلع أول الليل ولا يغيب إلا آخر الليل. نعم. في يوم 13، يوم 14، يوم 15. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود غير رمضان. نعم. المرأة لأنها لها زوج وله حق عليها، ومن ذلك حق الاستمتاع بها، فإنها لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه، لأنها إذا صامت منعت نفسها منه، وهذا حق عليها أن تمكنه من نفسها، فلا تصوم إلا بإذنه إذا كان شاهدا. أما إذا كان زوجها مسافرا أو غائبا فلا بأس أن تصوم، لأن المانع غير موجود، المانع غير موجود فتصوم. وأما رمضان كما في آخر الرواية فلا طاعة للزوج في الإفطار، الصوم الواجب لا تطيع زوجها فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما هذا في صوم النافلة فقط. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. الأيام المنهي عن صيامها، لما ذكر الأيام المستحب صيامها ذكر الأيام المنهي عن صيامها. نعم. يوم الفطر، يوم الأضحى حرام صيامها، صيامها حرام، فلا يصوم يوم الفطر ولا يصوم يوم الأضحى، لأنها أيام أكل وشرب وضيافة لله عز وجل وذكر لله، فلا يصوم يوم العيدين، حرام عليه ذلك. ويفطر مع الناس، يعني بعض الجهال والمتشددين يقول الناس ما هم على صواب، الناس ما هم على صواب في بداية الشهر أو ما هم على صواب في نهاية الشهر فيصوم، هو يرى أنه على الصواب، وهذه مخالفة للمسلمين، شذوذ، ولا يجوز هذا. يفطر مع المسلمين ويصوم مع المسلمين والحمد لله، الصوم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. نعم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. كذلك هذا نوع آخر من الأيام المنهي عن صيامها، وهي أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة. هذه أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صيامها إلا في مسألة واحدة، للحاج إذا لم يجد هدي التمتع فإنه يصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. فمن لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن فإنه يصوم أيام التشريق 3 ليدرك أيام الحج، وأما غير ذلك فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. سميت أيام التشريق قيل لأنهم يشرقون فيها اللحوم، من عادتهم يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي، بمعنى أنهم يجففونها بالشمس، وسميت أيام التشريق. وهي أيام منى، أيام منى. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. هذا الذي ذكر أيام التشريق يحرم صيامها إلا في مسألة واحدة، القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي. قال الله جل وعلا: فصيام 3 أيام في الحج، والأيام الحج ما زالت باقية فيصوم هذه 3، و7 بعد الانتهاء من الحج. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وهذا أيضا نوع من الأيام المنهي عن صيامها، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يفرده يخصه بصوم، هذا حرام. وبعض العلماء يقول مكروه. وأما من لم يفرد الجمعة كان يصوم ومرت الجمعة في أثناء صيامه فلا بأس، لأنه صامها تبعا لغيرها، إنما المنهي عنه إفراد يوم الجمعة. وكذلك ليلة الجمعة لا تخص بقيام دون سائر الليالي، فمن كان يقوم عادته يقوم من الليل فإنه يقوم ليلة الجمعة تبعا، أما أنه ينام كل الليالي وليلة الجمعة يقوم هذا بدعة ما يجوز. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. نعم. وهذا أيضا نهي مؤكد لتخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه والله أعلم يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، وأيضا هو سيذهب إلى الصلاة ويبكر ويكون على نشاط وعلى في هذا اليوم من أجل ذكر الله والذهاب إلى الجمعة، حضور الجمعة، تبكير إليها، استعداد لها. لكن من مرت الجمعة في أثناء صيامه فإنه يصومها تبعا لا بأس. نعم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، رواه الخمسة اللي هم أصحاب السنن، خمسة أصحاب السنن الأربع والمسند للإمام أحمد. الإمام أحمد رواه لكن استنكره، استنكر سند هذا الحديث، والحديث يدل على الحديث يدل نعم إذا انتصف شعبان يدل على نوع آخر من أنواع صيام التطوع المنهي عنها، وهي بعد انتصاف شعبان، لأنه والله أعلم على مقربة من رمضان، فإذا كان يريد يرغب الصيام من شعبان يصوم من أول الشهر، يصوم من أول الشهر، وإذا صام غالب الشهر ولو دخل منتصف شعبان تبع لا بأس، أما أنه يفطر إلى أن يأتي النصف من شعبان ثم يبدأ يصوم هذا منهي عنه، لكن لو كان يصوم من أول الشهر واستمر بعد النصف لا بأس، هذا تبع. نعم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هو منسوخ. نعم، لم يثبت في النهي عن صوم يوم السبت حديث، لم يثبت هذا، فلا مانع من تخصيص يوم السبت بصيام، لأنه لم يثبت الحديث في هذا، الحديث مضطرب في سنده، والحديث استنكره الإمام مالك أيضا، فالحديث معلول علل كثيرة، وبناء على هذا فلا مانع من، لأن الأصل الصيام، إلا إذا دل الدليل على المنع، ما دام لم يثبت الدليل فلا مانع من صيام يوم السبت، هذا هو القول الصحيح. نعم. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم، وهذا أيضا من الأيام التي يستحب صيامها بناء على هذا الحديث، يوم السبت ويوم الأحد، لأن يوم السبت عيد اليهود ويوم الأحد عيد النصارى، وهم يفطرون في هذين اليومين ويأكلون ويشربون، فصيام المسلم فيه مخالفة لهم، صيام المسلم في هذين اليومين مخالفة لليهود والنصارى، ولكن الحديث لم يثبت أيضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. هذا الذي سبق أن يوم عرفة استحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فيكره له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا وأعلن ذلك للناس، يستحب أن يكون الحاج مفطرا في هذا اليوم، وأما غير الحاج من سائر المسلمين يستحب لهم صيام هذا اليوم،
لأنه يكفر السنة الماضية كما سبق. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. لا صام من صام الأبد، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه النهي عن سرد الصيام ولا يفطر أبدا طول السنة، هذا منهي عنه، هذا من الصوم المنهي عنه، لا بد يفطر في أيام السنة، صوم ويفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، ولا يسرد الصوم ولا يفطر أبدا كل السنة. نعم، يكفي هذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الأفضل للمرأة، الاعتكاف في بيت الله الحرام أم المكوث في المسجد أم المكوث في بيتها؟ ما الأفضل للمرأة، الاعتكاف في بيت الله الحرام أو المكوث في بيتها؟ كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد، يضرب لهن الخباءات ويعتكفن في المسجد، دل على أن اعتكافها في المسجد، الاعتكاف أصلا لا يكون إلا في المسجد، ما تعتكف في بيتها، وأنتم عاكفون في المساجد. فمن شرط صحة الاعتكاف للرجل والمرأة أن يكون في مسجد، ولو بقي في مصلى بيته أو في المرأة في بيتها ما يسمى هذا اعتكاف شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا صمت قبل نصف شعبان 5 أيام، هل الآن أكمل وأصوم أو لا؟ أكمل صم، إلا أنك ما تصوم يوم الشك، ما في معنى. نعم. أحسن الله إليكم. هل يكون الفطر بالنية أو لا بد من الأكل والشرب؟ في الفرض، صوم الفرض رمضان ولا كفارة ولا قضاء، إذا نوى قطع الصيام انقطع وافطر، أما في النافلة فلا ينقطع إلا بالأكل والشرب، أما النية، نية الإفطار ما تقطع صوم النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم إن صيام يوم عرفة يكفر الصغائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث آخر: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إيه، ورا ما قلت هذا، إذا اجتنبت الكبائر، الرسول بين أن التكفير إنما هو للصغائر فقط، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، مع قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر، التكفير إنما هو للصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، تنبهوا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم حتى ويفطر حتى يقال لا يصوم، فهل من فعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يصوم مثلا 15 يوما من الشهر ولكن متفرقة، فهل تعتبر في الأفضلية كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نوع من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكثر من الصيام من الشهر هذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من صام صيام داود عليه السلام وأفرد يوم الجمعة هل يجوز ذلك؟ نعم، أفرد إيه؟ يوم الجمعة بصيامه كصيام داود عليه السلام. أعد السؤال. قال:
هل يجوز صيام يوم الجمعة إفراداً إن صام على طريقة صيام داود عليه السلام؟ نعم، هذا هو السؤال اللي قرأت في الأول. نعم، يدرى السؤال الأول هو هذا الذي ها؟ هو هذا الذي موجود معي. كلامك الأول يعني ما هو صحيح؟ لا، بس معناه فقط. ها؟ ذكرت معناه فقط. إيه؟ ذكرت معناه فقط في الأول. إيه، ورق تذكر معناه، هذا ما هو من الأمانة. صلى الله عليه وسلم. أعيد السؤال. هل يجوز صيام يوم الجمعة إفرادا إن صام على طريقة صيام داود؟ أدري شلون السؤال هذا. يدخل يوم الجمعة، يدخل في الصيام، وإن وافق يوم إفطاره يفطر، وإن وافق يوم صيامه يصوم، يدخل. نعم. يقول: نويت أن أصوم هذه الأيام من يوم الاثنين. ها؟ نويت أن أصوم هذه الأيام من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز مع العلم بأني لم أكن أصوم قبل النصف من شعبان؟ إن كان قصدك الصيام من شعبان فلا بأس، أما إن كان قصدك من الأسبوع تبي تحط هذا كل أسبوع، لا، صم يوم الاثنين وافطر، وإذا جاء يوم الخميس تصوم. نعم. أحسن الله إليكم. كيف ينمي طالب العلم الملكة الفقهية لديه؟ ينميها بالطلب وكثرة السؤال عما أشكل عليه، ينميها بالطلب العلم على العلماء وكثرة الأسئلة عما أشكل عليه لأهل العلم، مع النية الصالحة والعمل أيضا. العمل ينمي العلم، العمل ينمي العلم ويزكيه. فهذه الأمور: أولا كثرة الطلب على أهل العلم، ثانيا السؤال عما أشكل عليه، ثالثا وهو مهم العمل، هذا يزكي العلم، رابعا المذاكرة والمراجعة، ما يقول أنا تعلمت خلاص، لا، يراجع، يكرر المراجعة لمعلوماته، يتأكد منها وتزود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت العمرة ولبست الإحرام واشترطت، فإن حبسني حابس وفي منتصف الطريق سمعت صوتا بالسيارة فرجعت من الطريق وخلعت ملابس الإحرام وعملت عمرة بعد أسبوع، هل كنت قد عملت محظورة للإحرام خلال أسبوع أم لا؟ يا أخي، الصوت اللي بالسيارة هذا ما هو بحابس، هذا تصلحه وتمشي، ولا تأخذ سيارة ثانية، ولا تركب مع الأجرة، هذا ما هو بحابس، وأنت باقي في إحرامك، باقي في إحرامك إلى أن أحرمت بالعمرة الثانية. الإحرام الثاني هذا ما له قيمة، ملغي، لأنك محرم من الأول، باقي في إحرامك، فأنت أديت العمرة متأخرا، وربما أنك ارتكبت محظورات، والمشكلة إن كان جامعت فسدت عمرك، أما إن كان ما جامعت بين العمرتين، بين العمرة التي تركتها والعمرة التي أديتها، فأنت باقي في إحرامك ولم تؤدي العمرة إلا متأخرا، وأخطأت في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لي أن أصوم 3 أيام من كل شهر وأصوم كذلك الأيام البيض، أم هل تكفي حيث يدخل فيها الإثنين؟ هي أيام البيض هي 3 أيام من الشهر، إذا صمت أيام البيض فهي 3، وإن صمتها من الأول في أول الشهر أو في آخر هي 3. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل التردد في قطع صيام التطوع يفسده؟ لا، لا يبطله إلا بالأكل والشرب، إلا بالأكل والشرب. أما الفرض نعم، التردد في النية أثناء النهار هذا يبطل الصيام. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول: ما وجه كون النية تقطع الصوم؟ أنها تقطع الفرض ولا تقطع النافلة. لأن النية في صيام الفرض شرط أن تستمر، يشترط أن تستمر من البداية إلى النهاية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان هذا هو الأصل أيضا في النافلة، ولكن جاءت الأحاديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع صوم التطوع فأكل وشرب وقطع صوم التطوع، فدل على أن صوم التطوع مخصص من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يستدل بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على جواز الصيام بعد النصف من شعبان؟ الحين ينهى الرسول، هو يدل على استحباب هذا تناقض. لا تقدم رمضان بيوم ولا يوم، حتى ولو أن تصوم من شعبان وتكثر، إذا ما بقي على رمضان إلا يوم ويومين أمسك عن الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقضى الأيام البيض إذا فاتني اليوم 13؟ هل أقضيه في اليوم 16؟ أنت عليك صيام 3 أيام من كل من الشهر، إن شئت في أولها أو وسطها أو آخر، وإذا فاتت أيام البيض أو بعضها فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جئت إلى جدة مقيما بها لمدة شهر، وأنا أرى القصر في الصلاة حسب مذهبي طيلة الشهر. وأنا أرى جئت إلى جدة مقيما بها لمدة شهر. نعم. وأنا أرى القصر في الصلاة حسب مذهبي طيلة الشهر. حسب مذهبي على مذهبك ما علينا منك، كيف؟ لكن هنا نقول هذا ما يجوز، إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام هذا مذهب الجمهور ولا يجوز هذا. إذا صار لك مذهب أنت خاص هذا بينك وبين الله. نعم. فإذا أردت أن أذهب للعمرة فهل يجوز لي أن أحرم من مكاني مكثي أم أذهب إلى الميقات؟ تحرم من مكانك إذا نويت العمرة وأنت خارج الميقات، تحرم من الميقات. إذا نويت العمرة وأنت دون الميقات فأنت تحرم من مكانك، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. فإذا نويت العمرة من جدة تحرم من جدة، ولا تؤخر ولا تذهب إلى الميقات، ميقاتك جدة لأنك نويت منها، تحرم منها.